مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ممثلة في أمن ولاية وهران تواصل دائما هذه العملية التي كانت سابقا على مستوى المستشفى الجهوي للأمن الوطني بوهران، واليوم تتعدد مراكز التلقيح على مستوى المركز الطبي الاجتماعي لأمن ولاية وهران وكذلك نقاط أخرى. عملية التلقيح تعتبر واجبا وطني، وباعتبار الشرطي هو دائما في الصفوف الأمامية، فإن هذه العملية ستكون فعالة وتكون دائما لها نفع عام.